عايز اقول شويه كواليس. انتوا بتحبوا الكواليس بقى والحكايات والدول. كان في جلسه كده يعني صلح ما بين كابتن عماد متعب وكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني. طبعا كان في فتره جفاء كبيره جدا وكان في تصريحات للكابتن عماد متعب، لكن الامانه كابتن حسام البدري ما عملش اي تصريحات. وكان في امبارح سلموا على بعض وقعدوا مع بعض وتصوروا صوره مع بعض، والحمد لله الامور ابتدت تهدى، لان عماد متعب من الشخصيات يعني الجميله جدا واللي ما بيخشش في مشاكل نادرا مع حد، لكن هو كان متضايق شويه. وكابتن حسام البدري تقبل الموضوع وسلموا على بعض وعادت المياه الى مجاريها مع الكابتن عماد متعب وكابتن حسام البدري. ودي دايما يعني اسلوب النادي الاهلي وانضباط النادي الاهلي واللي بيتربى في النادي الاهلي، الحاجات دي بتلاقيها يعني حتى لو حصل مواقف لكن سرعان ما بتخلص.